أهلا بكم. تتكدس الملفات غدا على طاولة مجلس الوزراء والكثير منها يحمل الطابع الخلافي، أبرزها قضية أمن الدولة والإنترنت غير الشرعي، فيما تتكشف يوميا فضائح الفساد المستشري في أجهزة الدولة إلى حد قول النائب وليد جملاط: لم يحصل أن شهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والإدارة. كل ذلك في وقت يستمر الخلاف حول عقد جلسة تشريعية خلال العقد العادي لمجلس النواب، مع تمسك الأطراف المسيحية بعدم حضور جلسات كل لأسبابه. وعلى الصعيد الدولي، غزل روسي أمريكي مع قول وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن روسيا تلعب دورا بناء في الشرق الأوسط. فهل ينعكس هذا الغزل على الملف السوري وبدء المفاوضات المرتقبة في 11 من الشهر المقبل؟ هذه الملفات أبحثها اليوم مع ضيفي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي دكتور وفي إبراهيم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني رح بلش من ملف الفساد. اليوم وكأنه الشهية مفتوحة عند زعم السياسيين بإثارة هذا الملف. نائب وليد جملاط يمكن أكثرهم متحمس أكثر شيء. في أيضا سمعنا اليوم كلام للوزير علي حسن خليل، الدكتور جعجع كمان حكى عن هذا الفساد. هل اليوم أو عم بيشوفوا هلأ الفساد أو فعلا في درجة عالية أصبحت مستشفى؟ لأن محاولة نقل الفساد من مستواها السياسي إلى مستواها الشعبي هو أمر مضحك، لأن الفساد في لبنان كل العالم تعرف والأمم تعرف أنه فساد سياسي، وينعكس أكيد على موظفين في الإدارة الذين يتمتعون بحمايات. نحن يعني هذه الطبقة السياسية لحسن حظها أن الدولة استطاعت قمع كل أدوات الدفاع عن المجتمع، الإعلام أصبح إعلاماً رسمياً كله حتى لو كان خاص، الدين أصبح كل المطارنة والشيوخ كلهم يعني يصدرون قصائد ثناء في الطبقة السياسية. كانوا أصبحوا يعملون هناك، الإعلام، الدين، النقابات لغت، استطاعت الطبقة السياسية بجناحيها يعني العلاقة بالحلالية السياسية والبرية السياسية، استطاعوا القضاء على النقابات في لبنان. تعرف النقابات بما هي مراكز الدفاع عن الناس، نقابات، أحزاب، وسائل إعلام، دين، كل وسائل الدفاع عن المجتمع ملغات. لذلك نحن في بلد يمكن يكون أفسد بلد بالعالم. يعني الوزراء والنواب والرؤساء يعني بالتقارير الدولية نحن هيك أصلا طبعا يتبادلون التهم علنا بشكل علني بين بعضهم، والناس لا كأنها نيام. إلا أنني أقول أن إذا كان الناس اليوم لا يستطيعون أن يوقفوا هذا الفساد، فإن تراكم هذا الفساد وانفضاحيته بهذا الشكل سيؤدي إلى انتفاضة شعبية هائلة لا تبقي ولا تذر. لأن بالنهاية الاستمرار في إفقار الناس والاستمرار في الضحك على الناس والاستمرار في الفساد المفضوح يؤدي بالناس الى النزول الى الشوارع. هذا اليوم ليه عم تتكشف هيدي الفضائح؟ هل لانه في غطاء سياسي كان موجود اليوم رفع عن هؤلاء الفاسدين، ام فينا نحكي بمرحله اصبحنا بمرحله جديده من الوعي الشعبي وايضا السياسي؟ الحقيقه ان لم نصبح في مرحله جديده من الوعي الشعبي، انما الطبقه السياسيه تشعر وكان الناس اصبحت غير معنيه، لذلك هي تتبادل الاتهامات بموضوع سرقه المال العام. كلهم يحاولون في اللحظة الأخيرة سرقة الكمية الأكبر، لأنهم يعرفون أننا دخلنا في المرحلة الأخيرة للفساد. ليس هناك دولة في العالم فيها فساد رسمي مثل لبنان. نحن يجب أن نكون في الدرجة الأخيرة. وزراء يتبادلون التهم على التلفزيون ولا أحد يحكي. إتجار بالبشر مغطى صحيح. من القوى أساسية فساد من داخل مؤسسات الدولة. هلأ الناس تأكدي حتى لو لم يكن لديها الأدوات التي تدافع عن نفسها بها، أي الأحزاب والنقابات والإعلام، إلا أنها صائرة مع هذا الإفقار الهائل الذي نصل إليه إلى التمرد. ستشهدين حالات تمرد من الناس. بس الحركات الشعبية كانت خجولة يعني. أكثر من هم النفايات اللي مطال كل اللبنانيين بصحتهم وما شفنا هذا التحرك الفعلي الجد، هذه الانتفاضة الشعبية. لكن كل بلدان العالم، روسيا مثلا القيصرية، إيران، كل البلدان وصلوا الناس إلى مرحلة من الأفقار، لم يعد يستطيعون المواصلة في العيش، فانتفضوا. لبنان صائر إلى هذه الحالة قريبا، يعني ما عاد في مال. أول شيء بتعرف في لبنان كان يعتمد على قطاع الخدمات، قطاع الخدمات اليوم بسال القطاع المصرفي متوقف، لا استيراد، لا تصدير، لا سياحة. لذلك الأفقار مستمر مع السطو على المال العام. تصوري أين يوجد طبقة في العالم تستدين وتصرف دين
يعني انا بفهم انه بيسرقوا شيء الموجود، بس بدايروا بيسرقوه. هلا اذا سالوا الناس هؤلاء الطبقه السياسيه اين ذهبت هذه المليارات اللي ديناها، ما حدا عنده جواب، ما في فواتير، صاروا بيختلفوا بين بعضهم، انت معك فاتوره انت ما معك فاتوره، هذا الامر غير قابل والحل للإصبرار. دكتور الحل هو في الانتفاضه الشعبيه، لا يوجد امل ابدا في هذه الطبقه السياسيه التي تتفنن بافقار الناس، تجهيل الناس. تصوري مثلا كنا بالسبعينات والستينات يعني ايام الموارنه كان لدينا الجامعة الأفضل، المستشفى الأفضل، كان في فساد بس كانوا يجيبوا أفضل ما عندهم. اليوم مشكلتنا مع هذه الطبقات الموجودة لأنه تغيب الموارنة، يعني اليوم أنها تأتي بأسوأ ما لديها، تسرق علنا، ما فرقني معها. مثلا هل يوجد بلد في العالم فقراء ينزلون إلى ساحة البرج للاعتداء على ناس يطالبون بحقوقهم؟ طبعا ما صارت، لم يحدث ابدا في الارض ان فقراء خندق الغميق في من بعدهم، في من بعدهم اكيد فقراء خندق الغميق لو عنده وعي اكيد بينزلوا، صح، بس مضبوط وعيهم بالعامل المذهبي. انا ساقول على كل القوى المذهبيه والطائفيه في لبنان مدانه، كل هذه القوى هي التي تمنع الانتفاضات الشعبيه الحقيقيه في لبنان باستعمال طاقاتها المذهبيه والطائفيه. بيصير عندنا القديس فلان والامام فلان والنبي فلان اهم، لا، هؤلاء للناس، هؤلاء كانوا من الناس، يعني عندما ندعم الناس انما ندعم هؤلاء ايضا. لذلك نستغل الانبياء والقديسين لقمع حركه اجتماعيه فعليه تبعد هذه الطبقه السياسيه. انا اتهم حتى الدين بكل فئاته، اقول لهم مش الدين نفسه، صحيح، رجال الدين، المؤسسات الدينيه الموجوده حاليا عند المسلمين والسنه والشيعة والمسيحيين انها تغطي حركه فساد لا سابق لها في التاريخ، وانها بذلك تغضب الله، هي التي تغضب الله، هذه المؤسسات الدينيه. هذا امر خطر جدا، وصلنا الى مرحله لبنان انتهى. لبنان تعرفي انت مشكلتنا انه مركب تركيب، هلا مثلا يمكن بعد فتره حاولوا يعني يعاودوا تركيبه على مستوى جديد، لن يستمر لأن الأفكار وصل إلى معدل غير مقبول مع وجود 1.5 مليون نازح سوري، وبتعرف أنت في عنا كمان حوالي 600 إلى 700 ألف فلسطيني، وأكيد في شي 100 ألف عراقي مختلف الجاليات. لحظة، طب إذا كان عدد الأهل مش عمول عنه النازحين من العراق وسوريا وصلوا إلى عدد السكان، من أين نأتي بالموارد لإطعام كل هؤلاء؟ لذلك نحن ذاهبون إلى أفكار الأقصى وسط قهقهة الطبقة السياسية التي تشبه نيرون، يعني لاحظ أنت نيرون أحرق روما وهو يقهقه، اليوم هذه الطبقة السياسية بكل أبعادها تضحك على الناس، أين يوجد بلد نفايات في الطرقات عام؟ ثم يعودون إلى الحل القديم، عادة السكلين، يعني نفس صحيح وصف. عدنا لحل المطامن طبعا، والناس اليوم قالوا لي عم بيهاجروا من النعمة، فتحنا النعمة هلا اللي قاعدين فوق النعمة عم بيهاجروا، صحيح. في واحد قال إنه هو ذاهب لوين؟ بتعرف لوين؟ على السويدة في حرب هناك، يفضل الحرب في السويداء على البقاء فوق النعمة، صحيح. شوفي تهجير الناس هذه الطبقة، يعني على حال تاني خطر الموت هون، موت البطيء هونيك ما في، هو مبسوط هونيك رايح، بعتقد انه هونيك افضل من هون، بالقليل في هواء، صحيح. هون حتى الهواء افسدوه. انا اقول ان الناس لن تسكت، الامور تتراكم والتراكم يؤدي الى انفجار، الانفجار واصلون اليه قريبا، وستندم هذه الطبقه على ما فعلته بالناس. نحن منذ 1990 حتى اليوم، لما نحكي طبقه سياسيه مين بنحكي؟ بنحكي مؤسسات ولا بنحكي احزاب ولا بنحكي اشخاص؟ اصلا ما في فرق، المؤسسات ما الذي يديرها؟ تديرها قيادات، هذه القيادات تمثل من؟ تمثل احزاب، الاحزاب تمثل من؟ تمثل مزايا. هذه اللعبه، هي الأشخاص هي ذاتها بإدارة المؤسسات. لذلك المزايا، الحركة المذهبية والطائفية التي تستعملها الأحزاب هي التي تمنع هذا الوطن من التطور. كان يمكننا أن نتباهى بلبنان، اليوم نحن نخجل بلبنان في وضع الحالي. يعني تصوري بالدول العربية بيقولوا روحوا ضبوا النفايات تبعكم، ما في بلد كنا عم نحاول نصدرها، ندفع مصاري لكي نصدر النفايات، وكادت الصفقة تتم لولا رفض السلطات الروسية. صحيح، صورة هالقد سوداوية، يعني ما عم نحاول نعمل هيدا من ناحية شيء، بس طبعا سياسية اكيد. طيب
لما نحكي مؤسسات نحكي حاليا يمكن مجلس وزراء مجلس نواب في ظل الفراغ الرئاسي، على موضوع الحكومه بعد تغيب الاسبوع الماضي بسبب الظروف العائليه للرئيس تمام سلام، جلسه تعقد غدا في مجلس الوزراء والملفات متشعبه، ابرزها مثل ما ذكرت بالمقدمه موضوع امن الدوله وموضوع الانترنت غير الشرعي. موضوع امن الدوله يعني رجعنا لقصص يمكن لنا فتره طويله ما عدنا سمعناها حول صلاحيه الطوائف وصراع الصلاحيات. شوفي، الصراع على أمن الدولة أهم من رفع النفايات في لبنان، الصراع على أمن الدولة أهم من الاتجار بالبشر في لبنان. هذا بالنسبة للطبقة السياسية طبعا. أنا عم بحكي بكره هن بيمثلوا وزراء سيعالجون هذا الأمر. دائما هذه القوى يعني لا تستطيع أن تحل يعني مشاكلها بالغلب، فتعمد إلى حل هذه المشاكل بالتسوية دائما دائما. كلما احتدت الصراعات بين المؤسسات الرسمية تعمد القوى المسيطرة عليها إلى إجراء تسويات. أمن الدولة ذاهبة إلى هذا الإطار من التسويات بوقت قريب جدا، لأنه ما بتحتمل الطبقة السياسية صراع في داخلها، تصارع مع الناس بس فقط، وتصارعوا مع بعضهم على المصاري. أمن الدولة بقيادته المسيحية وبنيابة الرئاسة الإسلامية الشيعية، أنا أعتقد أنهم سيجدون حلا. كان هناك اقتراح عن مجلس رئاسي في أمن الدولة. المسيحيين رافضينه. طبعا معه حق، لأنه بالمجالس الثانية في إسلام ما في مجلس رئاسي. يعني مثلا صار بيعملوا مجلس رئاسي بأمن الدولة، لماذا لا يشكلون مجلس رئاسي في الأمن العام؟ لماذا لا يشكلون مجلس رئاسي بس الأمة والأعمار؟ كله نحن بلد طوائفي، بلد مذهبي. وحتى اقتراح إقالة المدير ونائبه كمان مرفوض من قبل الطوائف المسيحية. هلا امبارح سمعت الرئيس بري قبلان. الرئيس بري بس الأطراف المسيحية ما بدهم اليوم اللواء القرع يضل موجود. طبعا هو ليش بده يشيلوا اللواء القرع؟ هل تسوية؟ تسوية ما حضرتك عم تقول حلول بالتسوية. التسوية بتصير بموضوع المراكز مش بأشخاص. إلا إذا كان اللواء قرع قد فعل شيئا لا نعرفه. هو بطبيعة الحال أصلا العميد الطفيلي بحزيران المقبل سيحال إلى التقاعد. إذا هو بحالة تقاعد مش بده ياخذ واحد معه بعد ما وصل التقاعد، هذا نوع من الكيد. نحن بنعتبر إنه يجب يعني تطهير هذه المؤسسات من كل ما شابه من فساد. يجب تطهير هذه المؤسسات من كل العداوات الحزبية والمذهبية الضيقة. هذا الأمر لن يحدث اليوم، لأن كل الدولة متورطة لهذه المعارك المذهبية. هلا إذا بتحكي بأمن الدولة بتروح على إيران، بتروح على السعودية، شوفي موضوع داخلي لبناني بيجي بيقولوا لك لا يصير في حل على المستوى على المستوى السعودي الإيراني، يعني لحظة، أو بس التدخل الأمريكي. هذه الطبقة تحكم لبنان بالفساد فقط، ما عندها سلطات. ما الذي يمسك بالأرض اليوم؟ الطيران الإسرائيلي الذي يتجول بلبنان، حدا بيحكي معه؟ الاشتباكات التي تحدث في مخيم عين الحلوة، هيدا على أرض لبنانية ولا لا؟ ما لنا حق نسأل؟ لك ما في جندي لبناني بيقول بيسأل شو في جوا بالمخيم؟ تجمع خلايا لداعش في أكثر من منطقة في بيروت والشمال، كل أجهزة المخابرات تعرف. لكنهم يتركون هذا الامر حتى ينفجر. فضيحة الانترنت غير الشرعي وكيف دخلت أخطر. هذه يعني وصلنا الى حدود اتهام فرنسا طبعا، وصلنا الى حدود مليون بالصحف عم تركز على اتهام الاوجيرو، يعني قياده اوجيرو زائد فرنسا، وصوري على فرنسا اللي هالانترنت غير الشرعي بيجي من عندها، بالتالي عم يتجسس على اللبنانيين. هلا عمين على لبنان ما حدا بيعرف على من تتجسس، شو بدها بالوطن الدولي بإدارات اللي كانت موصولة عادي بالشبكة. يعني شيء خطير، اليوم الصحف حاطة أسماء أشخاص لهم علاقة بالاتصالات غير الشرعية على علاقة بقيادة أوجيرو، برئاسة أوجيرو. الأمور رايحة باتجاهها، أنا لا أستغرب. يعني إذا قالوا لي هيك ما فينا نوثق بالقضاء دكتور، يعني اليوم الحل هو محاسبة المتورطين كائن من كان. يا ليكي محاسبته بالقضاء. عندنا السلطات السياسية والقضائية يعني بكل أسف يعني أقول لك أنها أصبحت أسيرة الفساد والتبعية المذهبية. يعني بتلاقي مثلاً قاضي بعلمك راشد ويقولوا 40 سنة علم والآخر، بيطلع أنه عم ينفذ السياسات في لها علاقة بالمذاهب والطوائف. كذلك الحال بالسلطة السياسية. لذلك طبعاً أنا لا أستطيع أن أقول أن القرار صادق 100%، لكن هناك قضاة يصدرون أحكاماً نابعة من ضميرهم، الكثير من القضاة. لذلك أنا يعني أقول لماذا لا نكلف قضاة مشهود لهم بالنزاهة لمعالجة يعني هذه الملفات. لا أعتقد أن ذلك من مصلحة الطبقة السياسية. هناك دائما من يضع فيتو، هناك حق الفيتو لكل المجموعة الطوائفية في الدولة. مثلا طلع قرار، طلعت اتهام،
هذا الاتهام يصيب واحد ونفترض من اي طائفه اللي كان، حق الفيتو لملي الممثليه السياسيه له تطلع، هذا ممنوع حقه معه. وكثير من القضايا في لبنان تجري على هذا النحو. الفساد في لبنان يصيب كل مرافقه، انتقل من السياسه الى الاقتصاد الى الامن، يعني تصوري هذه الاتهامات اليوم لاجزاء امنيه لبنانيه ضخمه، ساعه باداره دعاره، ساعه بفساد داخلي، بالسطو على يعني المستحقات الطبيه للمتقاعدين في قوى الامن، شو بعطيه بدوله؟ لذلك يعني عم اقول لك اذا قعدنا وقهقهنا، القهقه هي افضل حل لنا، لانه عم نضحك على حالنا، نحن نضحك على انفسنا عندما نتكلم بسلطات قضائيه، العلم في لبنان انهار، القضاء انهار، السياسه انهارت، كل شيء، ما بقى في عندنا الا تقريبا مجمعين على دور وطني للجيش اللبناني، لانه بنعتقد انه نعم في شيء؟ تفضل دكتور. الجيش اللبناني هو الهيئه الوحيده التي الذي يؤدي دورا وطنيا الجيش اللبناني، وهو دور مطلوب. دكتور بس بدي اطشك بننتقل لمتابعه وقائع مؤتمر صحافي لوزير الصحه وائل ابو فعور ومنكمل الحوار. نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لوزير الصحه وائل ابو فعور والذي تناول فيه شؤون تخص وزاره الصحه، ونعود لمتابعه الحوار مع دكتور وفيق ابراهيم. دكتور، لنحكي اليوم بما يحكى عن جلسات تشريعيه بعدنا بظل الرفض من الكتل المسيحيه. اللي كان تيار الوطن الحر والقوات اللبنانيه اشترطوا وضع قانون انتخاب جدول اساسي على جدول اعمال بند اساسي بمقابل الكتائب اللي بيرفضوا التشريع في ظل غياب رئيس الجمهوريه. في ملفات يقال اليوم ملفات مالية ملحة حتى تتعلق بموظفي ورواتب القطاع العام، كيف في رأيك رح تنحل؟ يعني أنا أستغرب أنه بعض القوى المسيحية يعني ترفض إقامة جلسات تشريعية. هذه الجلسات التشريعية ليست للمسلمين أو المسيحيين، إنها لكل الناس، وكل الناس تستفيد من بعض القضايا الطارئة والملحة والإنفاق. اليوم مثلا سمعنا أن سنعود إلى نغمة التهديد بقطع الرواتب النتيجة يعني هذا الأمر خطير، التلاعب بالناس، صراعات سياسية تؤدي إلى التلاعب بالأمن الاجتماعي للناس. لذلك أنا أطالب القوى المسيحية أن تذهب إلى الجلسات التشريعية وتشارك بها، لأنها تخدم بذلك المواطن، لا تخدم الطبقات السياسية. بس هم كانوا واضحين بالجلسة التشريعية الأخيرة أنه بدنا قانون الانتخاب، وعدوا بهذا القانون على أساسه شرع. على إذا كان القانون هم يعرفون أن قانون الانتخاب يعني يحتاج إلى اتفاق إقليمي. أنا أؤكد لك أن الشيخ سامي جميل والعماد عون والدكتور جعجع يعرفون أن موضوع قانون الانتخاب مرتبط بمن يسيطر على لبنان المرحلة المقبلة ضمن التسوية المتوقعة. من يسيطر على لبنان، يعني من يسيطر أول شيء على الدوائر الانتخابية، ثم على المجلس النيابي، ثم على مجلس الوزراء، ثم على رئيس الجمهورية. هذا الأمر كله بينتج من بعضه، لذلك هم يعرفون هذا الأمر، وأنه مهما ضغطوا حتى لو ضغطوا وصل بمرحلة حدا يسيطر على حدا أو قاعدة لا غالب ولا مغلوب. بال 1990 لا، بال 1990 حدث أمر مشابه، أن الشيخ المرحوم رفيق الحريري اتفق مع السوريين على إنتاج يعني قانون انتخاب ودوائر انتخابية معينة أدت إلى إمساكه بالسلطة فترة طويلة من الزمن. كان اتفاق سعودي سوري مع الرئيس الحريري، وهذا الأمر ناتج أنه لغاية اليوم مثلا تجدين يعني أناس يأتون إلى زحلة ويصوتون وهم ليسوا من زحلة. بتشوفي ناس مثلا بصوتوا بالدائره الثانيه بالاشرفيه وهم ليسوا بالاشرفيه، بتشوفي اصوات بالكوره اصوات الان طبعا، يعني عملوا دوائر انتخابيه على قياس فئات معينه. هلا هذا الامر قانون انتخاب جديد، هلا كل الفئات تنبهت الى ما حدث وتنبهت الى نقل الاصوات من دائره الى دائره، اصبحت عيونها مفتحه. لذلك قانون الانتخاب اصبح بحاجه الى مبضع اقليمي، لم يعد يعني الموضوع الداخلي ما عاد حيسده هذا الموضوع قانون الانتخاب، لانه منتج للسلطات. بما انه منتج للسلطات مسالته ارفع من مساله التصويت. بس ما وصلنا لمرحله لازم نعمل قانون. أنا معك على قانون بكل الظروف وبكل المواسم الانتخابيه. اذا ما عملنا قانون منتحر، عدم الذهاب الى الجلسات التشريعيه انتحار، لانه يعني في قضايا بتهم المواطن تؤدي الى استمراره. انا مع الاستمرار المطالبه والضغط من اجل قانون الانتخاب، انما من دون الاساءه الى امن الناس. يعني انا بدعي اني بمثل الناس وبسيء لامنهم، لا، انا بسيء لامن القوى السياسيه اللي هي عم تمنع، بهجمها بشكل مباشر، ما بيجي معطل جلسات تشريعيه فيها قضايا ملحه للناس. لذلك هناك فرق بين امن الناس
وأمن الطبقة السياسية. نحن ضد أمن الطبقة السياسية. يعني لو يهاجموا بشكل مباشر ما الذي يعطل؟ يعني الفريق السني والفريق الشيعي ليش عم يعطلوا؟ عم يعطلوا لأنهما يعني مرتبطان بقوة إقليمية. كيف عم بيعطلوا؟ يعني بيعطلوا بشكل أو بآخر. الفريق الشيعي مش كله عم بيعطل، بعضهم عم ينزل على مجلس النواب لانتخاب الرئيس، فريق الرئيس بري، بينما فريق حزب الله هو اللي مقاطع. الفريق السني عم ينزل على مجلس النواب. وكان الرئيس بري يعرف أن حضوره سيؤدي إلى إنتاج رئيس الجمهورية لمذهب. نحن نحكي بصراحة، أنا حسنتي اللي بحكي بصراحة، أنا أقول أن الرئيس بري هو جزء من الشيعية السياسية، وهو ربما في مقدمها. هلا عم بيشتغل كانك عم تقول اليوم الفراغ الرئاسي مصلحة شيعية. لا، مصلحة شيعية وسنية. مش عم بحكي بس شيعية. مثلا الطرف السني لا يريد رئيس الجمهورية إلا إذا كان معه 100%. والطرف الشيعي ليه رشح النائب الفرنجي الطرف السني؟ بصير له. أول شيء رئيس فرنجية مواصفاته إنه إنسان صادق شجاع، وهو أيضا قليل الشعبية. يعني هلا مثلا لما تاخذي العماد عون، لديه من عكار إلى عين إبل، عنده ناس يستطيع قليل الشعبية، يمكن مقارنة مع باقي الزعماء داخل الصف المسيحي. إيه؟ بينما بين على الصعيد الوطني لا. لا، أنا عم بحكي على الصف المسيحي. يعني هو الوحيد الذي يستطيع مضايقة وليد جنباط في الانتخابات. بنشوف هو الوحيد الذي يستطيع مضايقة سعد الحريري في معظم الدوائر التي له فيها نواب مسيحيون. عماد عون. لذلك يفضلون الرئيس فرنجية على صدقه وشجاعته. إلا أنه أقل شعبية من عماد عون، يعني شعبيته بصغرتها، يمكن إذا امتدت بتروح صلب بترون شوية على الكورة فقط. يعني ما بيمثل تلك الزعامة المسيحية الكبيرة التي تستطيع إعادة انتزاع النواب موجودين عند الشيعة والسنة. بس السنة، في نواب مسيحيين عند الشيعة ونواب عند السنة. من هنا يعني الوزير وليد جنباط والشيخ سعد الحريري يفضلان نائب فرنجي. أول شيء بيشمحوه من 8 أزار. ثاني شيء ما بيأثر عليهم بالعلاقات المستقبلية، لذلك بيطمئنوا للوضع كما هو. البلد اليوم الذي يحكمه هو مجلس الوزراء. اللي عنده مجلس الوزراء غالبية هو اللي بيحكم لبنان. ويصادف أن مجلس النواب بالقانون الانتخابي الحالي محكوم مع 500 مليون دولار مثل ما عملوا المرة الماضية، بتطلع فئة معينة بيمسك كل البلد. لذلك هذه الألعاب صارت معروفة مكشوفة، والمواطنين حتى بالشوارع بيحكوا فيها. لذلك على هذه الطبقة السياسية أن تخترع شيء أعمق. فتقنع على لبنان اللبناني. بدي أحكي بموضوع الرئاسة، زيارة فرانسوا أولاند إلى بيروت وزيارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو، كيف سيؤثر ذلك على الملف الرئاسي وطبعا الملف السوري والحل والتفاوض اليوم في جنيف؟ خلينا ناخذ فاصل إعلاني قصير ونعود. عودة لمتابعة الحوار مع ضيفي المحلل السياسي دكتور وفي إبراهيم. مرة جديدة أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني في زيارة مرتقبة لفرانسوا أولاند إلى بيروت، يتوقع أنه أكيد بطبيعة الحال يكون الملف الرئاسي بند أولي، وخاصة أنه فرنسا أولت هذا الموضوع اهتمام بأكثر من موفد دولي. هل فينا نعول على حركة ما، خصوصا أيضا بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو وكان موضوع الرئاسي حاضر؟ أنا بالنسبة للرئيس الفرنسي، أنا لا أعتقد أنه آت فقط لأجل الانتخابات الرئاسية، لأنه يعرف أن هناك حركة انسداد قوية على المستوى الإقليمي. أعتقد أنه آت لإعادة تجديد النفوذ الفرنسي في لبنان، مع فكرة أنه سيقول للبنانيين أن هبة 3 مليار دولار السعودية موجودة عندنا، وعندما تحسن الأوضاع في لبنان سنعيدها. هذا الأمر أكيد ما يجدد يعني إمكانية إنه الشعور بإنه فرنسا، مع إنه نحكى إنه ستحول إلى فرنسا ستأخذ أسلحة لها هي، بس إنه لمصلحة لبنان. على المعلومات الأكيدة إنه بانتظار ظروف سياسية أفضل للسعودية ستسلم فرنسا الأسلحة للجيش اللبناني. هذه المعلومات التي يعني تواترت. هذا ممكن هولندا يطرح الموضوع الرئاسي، إنما يعني سيحاول بكل تأكيد أن يطرح مشروع رئيس تسووي. هذا الأمر مرفوض حتى اليوم. أنا لا أعتقد أن الرئيس هولندا سينجح في مسعاه الرئاسي، إنما ربما ينجح بإعادة ربط بعض القوى اللبنانية ربطة بالنفوذ الفرنسي. يعني القوى التاريخية اللي كانت محسوبة على فرنسا ممكن يجدد لها أملها أنه نحن موجودون من أجل حمايتكم ورعايتكم وإلى آخره. هذا يعني لماذا تعرف جزء من حركة نشر النفوذ الفرنسي في العالم، إنما على مستوى الرئاسة اللبنانية هي مغلقة. نحن نناشد
حقيقه السعوديه وايران، لانه هذه العداوه والخصومه الموجوده تؤثر ليس فقط على لبنان، تؤثر على العالم الاسلامي، انه يعني على هذين البلدين ان يجدا حلا سريعا لايقاف هذه العداوه والعوده يعني الى اداره الاقليم بشكل افضل. علينا ان نعترف ان الطرفين يديران الاقليم العربي ويتشاركان في الاقليم الاسلامي. يصادف ان هذه الاداره تاتي بشكل احترابي، انهم يحترمون ويتصارعون للامساك بالاقليم. هلا عودتهما عن هذا الاحترام يعيد الامن والاستقرار الى الاقليم ويبقيهما على هذه القوه الاقليميه الموجوده. نحن في لبنان ضحيه هذا الصراع الحقيقه، ضحيه الصراع السعودي الايراني. بس شفنا هذا الحوار وان غير مباشر باليمن، يعني اليوم الحوثيين موجودين بالمملكه عم بيحاوروا، وعلى الاقل بلشنا بمنطق الحوار. لو شاهدت اليمن من قرب شفت لقلت ان هناك بلدا مدمرا بشكل كامل، بنيه تحتيه، ناس، بنايات، اثار، جوامع، مساجد. لذلك الطرفان في اليمن وصلا الى حائط مسدود، ان السعوديه لم تستطع، اصبحوا مجبورين بالحوار. المشروع السعودي في اليمن كان القضاء على علي عبد الله صالح والحوثيين، هذا لم يحدث. والمشروع الاخر كان ايضا يريد الامساك بكل اليمن، هذا الامر الحدود السعوديه طبعا. لذلك انه لما وصلوا اثنين لحائط مسدود عم تطرح السعوديه مشاريع تسويه، الا ان امبارح مثلا طلع موفد باسم الحوثيين ونفى ان يكون الحوثيين وفد في السعوديه، يعني هذا بدل على انه جايبين ثلاثه اربع يمنيين السعوديه من انصارهم وانتحلوا صفات انه هن بيمثلوا الحوثيين. لاطاله امد القصف والضرب، السعوديه تراهن في اليمن على استنزاف اليمن، جعل اليمن غير قادر على الاستمرار بالقتال. هذا الامر لم يحدث حتى اليوم. انا بالعوده الى يعني موضوع الرئيس الفرنسي هولاند، انا اعتقد ان الرئيس الهولندي الفرنسي هولاند يفتش فقط عن دور لفرنسا في مكان ما. طيب. يبحث زياره الرئيس سعد الحريري لموسكو، هلا انا على عكس قيل انه لاقناع روسيا حليفه حاليا، هلا هذا سؤال يعني الرئيس سعد الحريري. انا يعني على عكس ما يقوله بعض المحللين، ارى ان السعوديه تحاول ان تقنع الروس بمدى قوتها في الاقليم. يعني مثلا وزير الخارجيه الاماراتي ذهب الى موسكو ليعلن تأييده للرياض، يعني هل كان يحتاج الى هذه المسافه؟ ثم ذهب الى هناك ليطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد. الرئيس سعد الحريري جزء من القوه السعوديه، علينا ان نعترف، يعني هو لبناني وقوه لبنانيه، الا انه في الوقت نفسه هو جزء من القوه الجيوبوليتيكيه السعوديه. يعني السعوديه عندما تقول لدي في الاقليم تحكي عن المستقبل، عن الرئيس سعد الحريري، عن ال الحريري. ذهب الى هناك لكي يحسن وضعه، وفي نفس الوقت لكي يعني يقول للسعوديين انه هناك قوه سعوديه منتشره. هذا حقيقة، يعني ما فيها ننكرها. ضمن هذا الإطار لا يستطيع الرئيس سعد الحريري أن يحل أي شيء مع الروس من دون موافقة السعودية ومن دون موافقة الأطراف اللبنانية الأخرى. لذلك مشروع تعارف، مشروع يعني بتعرف الروس قوة دولية دخلت إلى الشرق الأوسط. بس الأجواء للزيارة قالوا أن الرئيس الحريري بده يطرح وطرح مع الروس أنه كيفية التوسط عند إيران بإقناع حلفائه بلبنان بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب يعني رئيس للجمهورية. هذا الأمر يعني يحتاج الى طلب سعودي، انه الرئيس بوتين ولد يصدق انه يعني لا، انه بيعرف انه السعوديه بتطلب وهو بيسارع الى الامر، بيعرف انه السعوديه اليوم لا تريد تفاوضا مع ايران. اتعرفين ماذا قالوا لاكثر من موفد غربي؟ قالوا لهم عندما نريد الاتصال بايران نحن نذهب اليها. السعوديون ما بدهم وسطى، يعني اقرب طريق اقرب لهم. حكى فتح باكستان وحكى عن اكثر من دوله وسط. كل السعوديون يستطيعون بنصف ساعه اعاده العلاقات مع ايران بشكل جيد، لانه لديهم خطوط مفتوحه مع ايران اكثر، لا مش بحاجه لطرف ثالث. هذا الامر لم يحن بعد، لم يحن وقته. بانتظار شو؟ بانتظار السعوديون يراهنون على انتخابات رئاسيه تعيد اصدقائهم الى البيت الابيض. أن الحزب الجمهوري اليمين الأمريكي المتطرف يعني يعتقدون أن هذا اليمين الأمريكي يستطيع العودة إلى قتال إيران أكثر مما فعله أوباما. أنا أعتقد بعكسهم أن أي قوة أمريكية تأتي إلى رئاسة الجمهورية إنها تعبر عن مصالح القوى الاقتصادية والعسكرية في الولايات المتحدة أكثر مما تعبر عن مصالح السعودية أو مصالحنا أو مصالح العرب. لذلك أنا أعتقد أن الاعتدال واستشراف المرحلة المقبلة وقراءة تقارير الأمم المتحدة التي تقول أن العرب هم الأكثر جهلا
والأكثر تخلفا والأكثر أمية. هذا سبب الصراعات المذهبية، سبب وجود أنظمة سياسية في السلطة تتعاون مع الغرب بشكل ديكتاتوري، هذا هو السبب. نحن قرير الأمم المتحدة الأفقر بيحكوا عن بلد مثل مصر 36% أميين، عندما تحكي عن النسوان 80% 90%، يعني فضيحة أن نكون نحن في القرن 21 وما زلنا. هلا نحن أفريقيا سبقتنا، بعد صرنا في أسفل اللائحة، أكثر جهل، أكثر تخلف، الأقل تصالح صناعية، ما عندنا ما بنصنع شيء. وعم بحكي أكثر صوب التطرف وصوب بحكيه بكل أسف، مش عم بحكيه عن شماتي، عم بحكي عن واقع أن نحن الأغنى في القرن 20 وهلا القرن 21 بالإمكانات النفطية، إلى ذهبت هذه الأموال. لا لصالح المواطن، تعرف في مناطق بالخليج ما فيها لا بنية تحتية، ما فيها شيء، بتشددني بتطوف الماي لأنه ما في بنى تحتية. يعني شيء تعتير. دكتور، سؤال أخير وباختصار جدا. نعم. الحل السوري اليوم بظل هذا التقارب الروسي الأمريكي الجديد بالفترة الأخيرة، هل أصبحنا قريبين على هذا الحال؟ لا أعتقد أننا قريبون من هذا الحل، لكنني أعتقد أن هناك نوع من تجميد الأزمة بأطرافها. مشكلة أمريكا أنها لم تعثر حتى اليوم على أطراف تستطيع وضع مكان داعش في الرقة ودرزور، هذه هي المشكلة الوحيدة. إنما هناك مش المشكلة إنه ما لقوا بديل عن الرئيس الأسد. لا ما هذه منا مشكلة، بس بيحكوا فيها لما تتأزم الوضع ويصير في عجز أمريكي. مثلا أمريكا أعلنت منذ أسبوع أنها بصدد تدريب وتسليح معارضة سورية معتدلة. تعرفي هذيك المرة دفعوا 500 مليون دولار طلعوا السلاح راح للنصرة وداعش، وطلع عندك خمسة فقط عم يدربون. هلا يبدو الأمور، تعرفين الأزمة السورية بحاجة إلى عشرات آلاف الجنود، يعني أمريكا بدها تدرب 50,000 بدها فيه شي 20 سنة، لذلك كله مثلا يعكس أزمة، الأزمة موجودة، كل القوى متفقة على ضرب داعش، إنما ليست متفقة على من هو البديل الذي سيكون مكان داعش في هذه المناطق. هلا حل الأزمة بيعني إنه لازم الجيش السوري يكون محلها. عدم حل الأزمة عم يفتشوا على ناس أطراف سنية، لحكيها بشكل أوضح، أطراف سنية بعدين بيدعوا إنه هاي معارضة معتدلة. هلا السيناريو عم يعملوه نفس المقاتلين اللي كانوا مع داعش والنصرة وكل التنظيمات المتطرفة، سيتم إلباسها لبوس معتدل، بس بيغيروا الاسم في زيتها وبيقعدوها بالرقة ودرسوا. للأسف وقتنا دكتور انتهى، شكرا لوجودك معنا، على أمل لقاءات أخرى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.